لو سمحت يا شيخة، أنا مبتلى في الحياة، يعني أشد الابتلاء، لدي ابتلاءات متتالية ومتتوارية منذ خلقت من السنين الأولى الطفولة، كرة متتالية، نكد، عسر، قلة توفيق، مشاكل، هموم، وحتى كلما سعيت لتحقيق أمي رغم أنها مباحة لا تتم لي. وأصابني فزع شديد أن يكون قادم كالحاضر، فأنت توجهني بسوء دائما يا أختي خلود، يعني خذيها قاعدة في الحياة، غالبا غالبا من يضيق الله عليه في أول حياته يوسع له في آخر حياته. كثير ممن ترينهم الآن قد متعوا على أي حال، غالبا ضيق عليهم في أول الحياة. ولو قرأت في تراجم كثير من الصالحين من الصالحات ممن كتب الله لهم الذكر الحسن أو الشهرة أو ما أشبه ذلك، تجدين أنهم في أول حياتهم ضيق عليهم، ولها شاهد في القرآن. فإن موسى عليه السلام يا أختي خلود لم يلقي أول الأمر عصاه، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. بعد ذلك ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. وقد قال العلماء إن من أراد الله به خيرا يؤخر أمره، وأنت تعلمين أن نبينا عليه الصلاة والسلام سيد الرسل مع أنه ما ظهر إلا آخرهم، ونحن نقول دائما آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأرفعهم وأولهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا. هذه الأمة أخرت وهي خير الأمم، ويوم الجمعة ظلت فيه الأمم قبلنا وهدانا الله جل وعلا إياه. أنا أقول لك تفاءلي يا أختي الكريمة، واسألي الله عز وجل من فضله، وانظري إلى الدنيا نظرة تفاؤل واستبشار، واستعيني بالله، واعلمي يقينا بإذن الله أن القادمة أجمل وأجمل وأجمل برحمة الله وفضله. نعم.